شبابيك عينينا والورد الابيض بيفتح والشمس على المشنا تصبح احنا تاريخ بكره اللي حيطرح بس تنور في شجر اغنينا بكره لينا بالحب مع بركات ورحيق. اكيد طبعا انتوا هتقولوا انتوا قعدتوا في ازاي في الحته دي. مدينه الانتاج غيرت خلاص، ما فيش احنا غيرنا المكان بقى. استنى، هو ايه اللي انتوا قعدتوا في الحته الجديده؟ ايه الحته الجديده؟ لا مؤاخذه يعني. لا مؤاخذه يعني اسم الاستوديو الجديد، الديكور الجديد، اي حاجه من الحاجات الجديده. لا مؤاخذه، اتفضل. هتدوخ. عايزه ايه؟ هتدوخ. معلش خدها وهي بتتدوخ كده عشان هي عايزه تجرب الفستان. أيوة بس ما تطلعيش بقى اكتر من كده. بس يا ولدي، الله الله، اقعدي بقى عشان ما تدخيش مني وتقعي. انا عايزه اشوف الحته اللي كنت بتدوخ فيها. اشوفها بعد الحلقه. مساء الخير على حضراتكو، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم بالحب مع بركات ورحيق. كده احنا بدانا الحلقه. ايوه، الديكور الجديد بس كان خاضدنا شويه. انا عايزه افكرك بحاجه. ايوه ارفعي بس كويس. يقول عايزه افكرك بحاجه. فاكر لما احنا امام الدائري الناحيه الثانيه؟ الدائري امال انا هي دي الحاجه الوحيده اللي فاكرها. لا فاكر لما احنا كنا في الحته الثانيه وانا كنت على الهوا وكنت قاعده واغني وانت تقول ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ صح. ايه ده؟ وعمال تزعق تقول يا جماعه ما قلتوليش ليه؟ ايوه صح. اليوم ده كان يوم غريب، كان يوم رخم جدا. الحمد لله الحمد لله. ده لو دل على شيء يدل ان احنا بنتعب جدا. بس استنى بس، قولي ايه رايكم في الفورمه بتاعتي؟ ايوه ايه رايكم في الفورمه بتاعتها؟ ده هقعد سنتين عليها. سنتين؟ يعني انا سنتين اقعد استحمل كده؟ لا صعب عليا يا جماعه. اتغيرت بعد القصه. القصه دي غيرت دماغها وغيرت حياتها وغيرت مفهومها وغيرت. نفسي غني. اتفضلي، قدامك نص دقيقه. دقيقه واحده. اتفضلي. الله حرام عليك، نسيتني. انا عارف، استنى بفتكر. اتفضل انت، اقعد اقول اي حاجه جايه كمان. لحد لما تفتكري. طيب احنا الحلقه بتاعتنا النهارده ان شاء الله هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، وهو اللهم اعوذ بالله اللهم اعوذ بالله ربنا يحفينا يا رب التحرش. وهيبقى معانا ضيوف مهمين جدا جدا جدا، وهيعملوا لنا حاجات حلوه جدا، وهيكلمونا كلام مهم جدا يخص الاطفال ويخص الكبار، وان شاء الله يا رب. هنروح فاصل ونرجع. انت افتكرتي ولا ايه؟ هنروح. لا مش هنروح فاصل. افتكرت الاغنيه ولا ما افتكرتيش؟ لسه. على فكره بصي لكاميرتك، على فكره لسه. بصي لكاميرتك. انا بقول للستايلست اللي عامله لها الفستان ارجوك البت بتتجنن مني، يعني عايزينها تبقى قاعده عاديه عشان تبص الكاميرات. انا قاعده دلوقتي تتفرج على الفستان. حتى لو لبست اي حاجه يعني هفضل كده. هتفضلي كده ايه؟ هفضل على المده. هتفضلي على المده؟ الجديد يعني. ايه الجديد يعني؟ طب تيجي نطلع فاصل عشان نرحب بضيوفنا؟ نو. ها استنى بفتكر الاغنيه او بجيب اي اغنيه. يلا يلا، الوقت ده يا بنتي غالي. يلا انجزي. نطلع فاصل؟ لا. طب ها غني بسرعه. صاحبتي صاحب شيطان كل يومين اروح سكران. لا اله الا الله. بتبكي وابويا حيران وانا مش شاغل دماغي. العجله بقت تدور على فضلت ما بقيت مشهور. نسيت زمان عم الفرفور. مين انت فرفور يا بركات؟ فرفور مين يا بنتي؟ الراجل عم فرفور ده ولا كان بيعمل ايه؟ كان بيمسك الريش ويقعد يحسس بيه على الجسم. انا مش عارفه انت، انا حاسس ان انت مش مذيعه. انت مش مذيعه على فكره. انت مش مذيعه. امال انا ايه؟ انت فنانه. يا جماعه انت فنانه. الحلقه الجايه هيبقى بركات مش هيطلع معانا غير هنا بس، وان شاء الله هتبقى الحلقه انا وهي لوحدينا.
هقول لكم من الاسم بقى ولا هي مفاجأة. هي بتطردني من البرنامج بالذوق وبشياكه. مبسوطه كده او عايزه تقولي كده يعني؟ من الاسم. قولي الاسم. هانا قررت مع رحيق. تخيلوا البرنامج بقى اسمه هانا قررت مع رحيق. قرروا ايه؟ انا بقى اطلعي فاصل خلال رحب بالضيوف. اطلعي فاصل. نروح فاصل ونرجع لكم بعد دقيقتين. مصروفي خلصت كل فلوسي. في ظل المنافسة الشديدة اللي بنشوفها في سوق الملابس، ومن ضمن اللي بيساعد في الدعاية للملابس وخصوصاً للأطفال، الموديل. دلوقتي تقدر تعمل إعلان منتجاتك بشكل مختلف من خلال موديلز أطفال مدربين على أعلى مستوى، ودي خدمة بتقدمها لك أكاديمية بركات كويلة لتدريب الأطفال لأقوى عروض أزياء تحت إدارة المخرج بركات كويلة. اتصل بنا على الأرقام التالية لاختيار الأطفال المناسبة لمصنعك أو لشركتك. أكاديمية بركات كويلة لرعاية الأطفال والفنون تقدم. عايزة إيه النهاردة؟ مرح من غير تكليف. مهما كان الصبر ايديكم على بعض يا جماعه. برافو يا بسمة الله. برافو. ده انت كويس صح؟ كده معروف شويه على انا بحييك لان انت اخترت الاصعب، فكره ان انت تتعامل مع الاطفال دي. طب الساعة 8 الصبح ده تهديد بقى. مش راجل تسألها في الدين يعني؟ لا، والطريقة مبسطة وأغاني جميلة، وكمان أنا شايفة إن أنت بتخليهم يعملوا تعبيرات بوشهم وبإيديهم ويتحركوا ويعملوا حركات جميلة مع الأغنية.